العاقل يستفيد من أعدائه والغبي لا يستفيد من أصدقائه. إحدى مقولات حكيمة كثيرة كتبها الصحفي والأديب الكبير أنيس منصور. هو واحد من أبرز الكتاب المصريين، ولد في مثل هذا اليوم 18 أغسطس 1924 بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن في سن 9 في كتاب القرية، واستكمل دراسته الثانوية في مدينة المنصورة. التحق بكلية الأداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة الذي تفوق فيه، وعمل أستاذاً في القسم ذاته بجامعة عين شمس من عام 1954 وحتى عام 1963، ثم تفرغ للكتابة والعمل الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم والإبداع الأدبي. كانت بداية أنيس منصور في عالم الصحافة مع مؤسسة أخبار اليوم التي تتلمذ على يد مؤسسيها مصطفى وعلي أمين، ثم تركها وتوجه إلى مؤسسة الأهرام في مايو عام 1950 وحتى عام 1952، ثم سافر إلى أوروبا وظل يعمل في أخبار اليوم حتى تركها عام 1976 ليصبح رئيساً لمجلس إدارة دار المعارف، وثم أصدر مجلة الكواكب. كلفه الرئيس السادات بتأسيس مجلة أكتوبر في 31 من أكتوبر لعام 1976، وهي مجلة عربية سياسية اجتماعية شاملة، ليكون رئيساً لتحريرها ورئيساً لمجلس إدارة دار المعارف حتى عام 1984. أسهم في مختلف مجالات الكتابة بمؤلفات قاربت 200 كتاب تشكل في مجموعها مكتبة كاملة متكاملة من المعارف والعلوم والفنون والأداب والسياسة والصحافة والفلسفة وغيرها، وكتب في مجلات متنوعة عكست نظرته ورؤيته لمختلف القضايا والموضوعات. أجاد عدة لغات منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية، واطلع على كتب عديدة في هذه اللغات، وترجم بعضاً من الكتب والمسرحيات المكتوبة بغير العربية. كما سافر كثيراً وكتب الكثير في أدب الرحلات، وألف في ذلك عدداً من الكتب، منها كتاب حول العالم في 200 يوم، وبلاد الله لخلق الله، وغريب في بلاد غريبة. كما كانت كتابات أنيس منصور فيما وراء الطبيعة في فترة من الفترات هي الكتابات المنتشرة بين القراء والمثقفين، ومن أشهر كتبه في هذا المجال الذين هبطوا من السماء والذين عادوا إلى السماء. كما ترك عدداً من المؤلفات والتي تحولت لأعمال سينمائية ومسرحية وتلفزيونية، ومن أشهرها مسرحية حلمك يا شيخ علام، ومن الذي لا يحب فاطمة، وهي وغيرها، وعندي كلام. رحل أنيس منصور في 21 من أكتوبر لعام 2011 بعد رحلة مع الحياة استمرت 87 عاماً امتلأت بالعمل والعطاء.